عزول حبيبي وحبيباتي، معكم حبيبتكم اللي هي اللي تحبكم قد الدنيا، اللي هي بنت جزائريه تجي تبارطاجي معكم حياتها، تبارطاجي معكم مكياج. انا مانيش ارتيست ميك اب، مي ندير معكم مكياج باسكو نحب المكياج، وراني درتش عام فيديو فهمتكم علاش. الفيديو تاع اليوم هو مميز خاطرش غادي نحكي لكم حاجه من حياتي صرات لي. والفيديو تاع اليوم ديجا سقسيتكم من قبل، هو هودو هاد الحاجه اللي حتطلع هنايا. هو اساتذه في حياتي كرهتهم وكرهوا لي قرايه، واساتذه وخد اخرين في حياتي بغيتهم وبغاو لي خلوني نبغي الدراسه وخلوني نبغي العلم. هذا الفيديو يعني هو رساله لكل استاذ، وبلي نتايا ما راكش مجرد انسان تكتب في الطابلو وتجي تقول درس، وانما ممكن تكون سبب في انك تغير حياه شخص كامل. نتايا راك تبني جيل كامل. غادي نحكي لكم كي كنت في الصيام، يعني حكيت لكم على الجامعه، هاد المره راح نحكي لكم على الصيام. كي كنت في الصيام يعني 11 عام 12 عام 13 عام 14 عام، هذاك هو لو مومون اللي انا في الصيام قريت 4 سنين في الوقت تاعي، ومن بعد كي نرجعوا 3 سنين واقيلا. المهم انا قريت 4 سنين، ني جاب قهوتي قرر نشرب شويه قهوه، خرج حاجه يعني شويه حساسه غادي نحكيها لكم. قبل ما بغيت نحكي لكم هذا الفيديو قعدت نقول ما بيني وبين روحي قاعد نحكي، دي هي اسكو لك غادي تحكي هذا الفيديو غادي بزاف ناس ينتقدوك ويقعدوا يزعقوا عليك ويقعدوا يقولوا شوفي منا وشوفي منا وحمار مع بالي الشاه وطلاطيطي، خاطرش حاجه حساسه بزاف. مي قعدت نشوف كيما هكا قعدت نقول انايا دي هي، اعوذ بالله من كلمه انا، دي هي راه هنايا مش على جال الناس اللي ما يبغوهاش، دي هي راه هنا على جال الناس اللي كيفي، على جال الناس اللي نحبوني واللي نحبهم واللي عيطوا لي واللي سقسوني واللي اجوتوني واللي مروح يتبعوني، ونحبكم بزاف. جيت نحكي لكم ونشارك معكم حياتي ونحلل لكم قلبي ونفرغ لكم عقلي، هذه هي الدنيا. واليوتيوب ندير على جلد صوره ان نشاركوا مع بعضنا، ان نديروا مجتمع مع بعضنا ونكونوا دوجور كلام مع بعضنا. الوغ خليني نبدا لكم بان هذوك الناس اللي مشي ملاح اللي قراوني، وقولوا نتمنى ربي يهديهم، ونتمنى يا ريت راه يشوف فيه استاذ ولا تشوف فيه استاذه تفهمي من هضرتي. الوغ كي كنت عمري 12 عام، هذاك الوقت كان صعيب عليا بزاف. علاش كان صعيب عليا بزاف؟ خاطر هذاك الوقت كنت نبني في ديهيا، كنت نبني في هذا الانسان اللي راك تشوفها اليوم. انا كي شغل ما نقولش انا ما عباليش على ماش نقول انا، المهم بنيت نفسي بنفسي، يعني ربيت روحي، مش ربيت روحي معناها والدي ما ربونيش، باغ كونتخ والدي توجور كانوا واقفين معايا وكثر خيرهم، ويعني ناس روعه. مي يعيا الانسان كي يبني نفسه بنفسه هذاك هو الاحسن. الو بنيت نفسي بنفسي، قريت روحي، تعبت. هذاك الوقت كان الناس عندهم كونيكسيون، كان الناس عندهم كتوبه، كان انا كنت كومباطي، كنت دايره جهدي، كنت ما عنديش كتوبه، ما عنديش وين نروح مكتبه، كنت نقول معليش تنساوش بلي انا شيره فقيره. بزاف ناس يحسبوني كيدير لي فيديو كيما هكا يحسبوني عندي دراهم ولا، بالعكس انا تربيت فتاه فقيره جدا جدا، وما نحشمش اني نقول كنت في يوم من الايام نغمس الخبز مع الماء ونروح نقرا، هذه حاجه ما نحشمش بينها. واي انسان يشوف بلي هذه حاجه يعايرني بها نقول انت يا فريمون ناقص عقل، باسكو ماشي هذه حاجه اللي يحشموا منها. المهم وانا اي واحد انسان كل فقير ولا عاش حياه فقيره نقول هذه ماشي حاجه يحشموا منها. باغ كونتخ العمالقه اللي جاوا في هذا الكون كاع جاوا من تحت التراب، كاع جاوا من تحت الزيرو. شوف رجع للتاريخ وقرا تلقى بلي الناس اللي عاشوا يقول لك في الميزيريه هما اللي ولاو حاجه وهما اللي غيروا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا حاجه واحده اخرى. مي لهذا الوقت يعني الحمد لله ما رانيش فقيره، باه ما نكذبش عليكم، وما رانيش غنيه، يعني وسط انسان عايشه وسط كيفي كيف بزاف ناس. المهم انا ما كانش عندي كتبه مين نشريهم، ماشي نشريهم من بليتون مكتبات نروح لهم، ما كانش عندي الانترنت، ما كانش عندي بزاف صح، لكن بديت قرار في حياتي. هذاك القرار في حياتي من الاكرام يخرب في شعري، ما باليش انا دائما نخاف شعري. المهم هذاك القرار في حياتي بغيت نخلي ماما فخوره بيا، عرفت بلي حاجه اللي ممكن ننجح فيها كانسانه اني نقرا واني ندي شهاده واني نوصل. انا بديت نقرا، وخاصه اني لما بديت يعني شغل بديت من تحت الزيرو، وطلع المعدلات اللي كنت نجيبها كنت نجيب 11 على 20 12 على 20، على خاطر ما كنتش مركزه مع قرايتي صراحه. قال انا بديت الور نحكي لكم الصوالح اللي ضروني بزاف واللي غاضوني بزاف في مسيره حياتي واللي شغل كرهوا لي قرايه هذاك الوقت. واحده من الصوالح هكا كانت عندنا استاذه تاعنا تاع العربيه، قالوا هاد الاستاذه تاعنا تاع العربيه كنا نديرو مرادفات كلمات، كنا نديرو هذاك الوقت الضمائر وصوالح كيما هكا. ش قالت لنا؟ قالت لنا بلي عطاتنا كلمات، قالت لنا جيبوا لنا مرادفه تاعهم. انا ش درت؟ رجبت قاموس، تلفته بليتون، تلفت قاموس وقلت نحوس على الكلمات هذوك ونجيب مرادفات. وبغيت كان في قلبي تخيل طفله طفله، يا ربي كنت طفله، بغيت الاستاذه تاعي كي تشوف هذوك النتائج تفرح بيا، يعني هكا تزيدني نقطه تفرح بيا تشجعني تقول لي كلمه حلوه، يعني
حنا كاع الاطفال كنا كيما هكا ما عبالناش علاه اللي كنا مقدسين حاجه اسمها استاذ، كنا نجيبوا له كادو وكنا نفرحوا وكنا كيشوفوا هكا ما عباليش علاه. درك ماهمش مقدسين الاستاذ، درك راهم عبالهمش كاع لي بروفون جايين. المهم انا كنت هكا داك الوقت، انا جبت لها كيما هكا قانون ودارت هي المره اللي فاتت. انا هي حطت، شوف العربيه غنيه، لغه غنيه فيها شحال من مرادفات، كلمه تلقى لها 50 مرادف، وهذه حاجه معروفه يعني عندنا كاع. استغلوها، مازال ما جيتش، استغلوه. شوف رحت عندها كيما هكا وكنت حشمانه منها، مي في نفس الوقت قلت لازم عليا نحكي كل مؤدبه معها. استغلو يعني انسان راه يبني في شخصيه، كنت نبني في شخصيه هذاك الوقت، لازم نحكي معها بالتربيه ونجي نوري لها مفرد من المفردات اللي هي ما حطتهمش. ما جيتش نوريهم لها باش نقول لها شوفي انا نعرف خير منك، جيت نوري لها باش نقول لها فرحي بيا، زيديني نقطه، قولي لي كلمه شجعيني. علاش نتوما كاين شي ناس لي بروف دايرين تلميذ ماشي دايرينه طفل ولا ولد عندهم، دايرينك شغل عدو تاعك، جيت باش تفرحي بيا ماشي جيت باش تعايريني. المهم جيت عندها قلت لها نعاقله الهضره، نعاقل عليها كل يوم. شو قلت لها؟ قلت لها كيما قال، قلت لها سيده من فضلك، صاله من فضلك كاين حاجه ما حطيتيهاش، معليش نوريها لك. وحش معنا كيما هاكم مش عقلكم داك الوقت كنت يعني المهم شفت فيا شي قالت لي في ميسكم، قالت لي اكثر حاجه اللي مع ما كاش واحد في عقل على راسه في عقله يقول هذه الكلمه. شقالت لي صالو، شقالت لي شفت فيا، قالت لي زعما انتيا لعبت عليا قافزه، جايه تقولي لي ما فضلك، زعما انتيا لعبت عليا قافزه ولعبت عليا متربيه وتقولي لي ما فضلك. هذه حاجه الاولى. حاجه الزوجة خلات قاعده كدرس، واش دارت؟ تلاهت بيا ليا وحدي، قالت لي زعما انت، قالت لي تعرف انت اللي يقولوا له حمار وانت فلسفه مات جوعا، حطوا له الماكله من وحطوا له الشرب من، ما صاب يشرب ما صاب ياكل، قعد بينات حتى اللي مات. قالت لي قاعد تقول لي صالح كيما تخيل شغل درت اش كاين شو راه يصرا، مشي شغل قلبتني حاله من الرعب، شغل اش راه يصرا، دي مالها مال جدك مالك، ني جايه نوري لك حاجه ماشي باش تخيلوا تبريزيك تحطمك. لواحد الدرجة متصورهاش، خلعت يعني كرهت لي ماشي هذيك المادة، يعني كرهت قاعد دوك صوالح، قعدت نشوف فيه كيما هكا ورجعت. هذيك الأستاذة عام كامل وأنا نعاني معاها، ما فهمتش نتوما حبوكوا في لي كومونتير قولوا لي هذي كيش تصوريها. كنت جبت لها هكا باه تفرح بيا باه تشجعني ماشي باش تقولي لي حمار وانت فلسفة ما تجوعا. لكن لي بروف كيما هكا سيتو بلي ما دخلوناش، هذو البروف يقرونا، ما خصناش لي بروف كيما هكا يدخلوا يقروا يحطموا جيل، ماهوش تبني بيه جيل، هادي تحطم جيل. نحكي لكم على بروف تاع المات تاعي. انا انسانه نبغي المواد العلميه ونبغي المات اللي صالح هادو، فيزيك وعلوم طبيعيه، اما مش عارف علاش نقراهم. يعني شوف بلا ما نقرا في الدار حاجه من عند ربي معطيت لي هاد الصوالح نفهم فيهم ونبغيهم طبيعتي انا كيما هكا دايره. بروف تاعي تاع المات هادي واحد الخطره شكون سندير، كنت انا شارك عندها بزاف. علاش كنت شارك عندها بزاف؟ كانوا دارين هذاك الوقت نقطه تاع المشاركه، معناها نتايا كاع سبايزون ما كنتش تنظم القطاع غايه ما كنتش دير الاخر غايه، نقطه تاع المشاركه معناها كي تشارك يزيدوك نقاطي ويطلعوا لك هكا لا موين تاعك تطلع. وانا كنت باغي نقرا وكنت باغي نطلع النيفو تاعي كيما هكا، انا كنت شارك. تخيل هذا البروف شنو كنت ندير؟ واحد الخطا سقسيت لنا سؤال، ما عباليش هذا بخوف معقده، سقسيت لنا سؤال قالت لنا المستقيم ماذا يوزي المستقيم؟ مستقيم يوزي نفسه، هذه حاجه يعرفوها. بصح انا كنت صغيره وما كانش قال لي، ما عنديش واحد قال لي المستقيم يوزي نفسه، بصح بالطريقه تاعي قلت لها المستقيم يوزي روحه، حاجه عاديه يعني الطفله راهي جايه راهي تتعلم، يعني نفس الشيء يوزي نفسه ولا ينزي روحه، هي مفردات يعني الواحد لازم يكون يعرف مفرداته. الو تخيلوا بلي انا الوحيده اللي فاتت يدي في هذيك القسم، شقات صغار شقات، انا راني رافده يدي وانا الوحيده اللي راني رافده يدي. شقات ما علاش ما شفتها واحد فيكم ما راه رافد يده، شغل تتهكا قالت راني رافده يدي كيفاه واحد ما راه رافد يده وانا مانيش مبان، شغل هكا في قلبي قاعد تقول شدرت انا. تخيلوا ما عرفتها نيه، ما عرفتها غباوه، ما عرفتها شدرت، زدت طلعت لها يدي غايه زعما شوفيني. المهم ايوا انا وحدي، تخيل انا وحدي هكا مطلعه يديا في كلاسه وحدي، شو تقول لهم؟ علاش ما كنتش تشاركوك؟ شغل ما فهمتش هذه بنادم حبوكم، حبوكم نتوما قولوا لي يعني كي يقولوا. تخيل بلي وحده كيما هكا تلميذه باغي تقرا باغي نوصل باغي ربي ندير حاجه في حياتي، عندنا غير قرايتنا اللي نطلعوا بها ما كاش حاجه واخد اخرى. ولد قليل تقرا تطلع بقرايتك، ما عندك عرف ما عندك كتاب ما عندك والو، قريت طلعت ما قريتش يجي اللي راهم يقراو مساكين راهم يعانوا. المهم ايا وبعد كينا كان غير انا صامطه، قال لك صامطه قبيح ما هكا كما هو تشدي وتسمعليش
نحرص على ديك النقطه باش تطلع لي لا موين تاعي. اي قالت لي كيما كسقسيتني كي سقسيتني ما عندهاش ابار انا اللي راني رفده يديس من ما تقسيني. قلت لها المستقيم وزي روحك نورمالمون يقول المستقيم وزي نفسه. انا قلت المستقيم وزي روحك روح هدايا وتشوف داك الضحك على المستقيم وزي نفسه اي وزي روحك. ودارت لي يعني مسرحيه قاعد دير لي فيها ما فهمتش هذا اللي بالعباد حنبوكم نتوما راكم تفرجوا فيا وراني نحكي لكم يعني حنبوكم شاركم نتوما نورمالمون لي بروف لي جو تفهمونا تلميذ يغلط يقول خلينا نمشي في باستها فكم هنا نتايا هذا هو الدور تاعك انك تبني جيل انك تربي انك توعي ماك جاي باش تحطم الجيل صراحه هادو الناس اللي كيما كيحطموك ما يطلعوك ما تقارع منهم والو بصح شهوالة ما هيش الدنيا ما هيش كيف يقولك الشتاء هو الصيف انا كاين ناس وقت اخرين كنت محط ماك شغل هذا لك هذاك الوقت وراه زهري وين راك يا زهري فريمون كنت محط ماك ما تلاقيت ناس وقت اخرين لي بروف ما شاء الله يعني عليهم حبيتهم حبيت القرايه على جالهم عاودوا رجعوا لي هذاك الشغف اللي كافية عاودوا رجعوا لي هذاك لي سبور اللي راحت لي عاودوا رجعوا لي هذاك كل شيء. واحد من هاد لي بروف اللي هو اسمه مختاري نقولها نحبك بزاف بزاف وانت يعني كلش في حياتي والله حتى اليومين هذا بسببك يعني وانت واحد من الاساتذه اللي رجعوا لي ثقه في نفسي. هذا مات ونهار اللي مات وجابوا لي خبر تاعه بلي مات غاضتني وبكيت عليه مش عقلكم قداش بكيت عليه. هو ليكزامبل تاعي للي بروف هذا كان استاذ تاع رياضيات وكان انسان مليح ما كانش واحد ما يبغيهش وانا طحت عنده باكي طحت عندك وديجا كومبلكسي من لي بروف الاخرين بهتر في يدك دوكا راك تخاف ترفد يدك باسكو تخاف يخرج لك استاذ يقعد يزعق عليك. مي هو حاجه واو مثاليه يعني كان يشجعنا كان يعطينا نقاط يقولنا شوفوا اللي جاوب عليها زيده نقطه ايا كاع نشوف وكاع يفرحوا. واحد الخطره صارت لنا لو ميم قال صارت لي مع هذيك البنادم اللي رفدت يدي وهي اللي ما رفدتهاش قالت لنا قال لنا اللي حل هذه المساله معادلات هذه المعادله اللي حلها نزيدها 5 قاطي عبالك 5 قاطي شواله صيبوا راك 5 قاطي في المات راك صوفيت. انا درت كيما 5 قاطي قعدت فكرت كاع هذوك الذكريات قعدوا يرجعوا لي ما يعمليش 5 قاطي تستاهل نرفد يدي على جرها يعني الا دار ليك شي حاجه ربي وكيل اش غادي ندير. ما تخيل انا رفدت كيما كيدي طلعي يدي هي كيما يقولوا طلعي كيما كحليتها ماشي حاجه هذاك الوقت ما كانش يجيني شي حاجه باسكو كل واحد ربي ونعطيه نعطاني في القرايه. المهم ايا كيما كتخيل انا كنت غاضبه قلبك شما يقول لي شما حاجه يقزعني يعني خايفه يعني بعدا كي نشجعني قال لي برافو جا ويضحك معايا وطلع لي ما تامنوش عقلكم هذاك الاستاذ جا طلع لي المورال يعني رجع لي الثقه تاعي بنفسي خلاني نبالغ وليت نروح للدار وليت نحل مسائل زياده يعطينا بعيط مع 10 تاع مسائل انا نحل 20 غير باش يعاود يطلع لي المورال كيما هكا. فوالا ديت عنده 20 في ال 20 في ال 20 تخيل لك ثلاثه فصول ولا شاف قولوا ثلاثه فصول الفصل الاول ديت 20 لا مويان 20 الزوج 20 لي بروف خلعوا هذيك اللي سيم لك نقرا فين خلع كيفاش دات 20 ديت 20 ثلاثه حتى الثلاثه البيوت ثلاثه تاعي 20 في 20 في 20 بسبب مشكون بسبب انسان طلع لي المراد. تخيل انت كاستاذ عندك القدره عندك قدره ماكش كيقول لك حاقر روحك بليتو راك حاقر روحك باسكو ممكن تغير حياه انسان كامل وهذا الانسان اللي ممكن تغير حياته ممكن هو ثاني يكون سبب في تغيير حياه ناس اخرين. المهم طلع لي كيما هكا المورال وانا فرحت وشغل المهم من بعد كي نهار اللي جبت 20 قال لي شوفي كون جيبي 20 الزوجه زعما الفصل الثاني جيبي فيه 20 لا موي راح نخرج يعني ندير لك مفاجاه سيبرايز. تخيل استاذي يشجع كيما هكا وانا جبت 20 باش هو يدير لي سيبرايز باش يشجعني. انا راح دار لي جاب لي انتخت جاب لي يعني حلويات ودار لي حفله وحده وحده كيما هكا في وسط العام وعرض كاع صحاباتي وعرض كاع هذوك لي بروف. تخيل هذيك البروف تاع المات اللي كانت اسمه ما نقولوا عليها ولا باش كاع يسموها ربي يهدي والله يهدينا كاع. المهم خلعت كيفاش هذه تدي 20 ومنا ومنا علاش الا كنت قد ندي عندها اكثر. المهم وفرحت وهكا قعدت لحد الان قعدت لها كتصورنا ودرنا وفرحنا. هاد التصاور بغيت نوريه لكم من دوماج كاين شي ناس بالك ما يبغوش كاع عارفين نقول لك علاش توري التصويره تاعي معاك عندهم الصح يعني. المهم وفرحنا مازلني حد الان هكا عاقله عليها واو واو يعني واو يعني شكر ما نامنوش عقلكم هذاك الانسان كي راه في الذاكره تاعي يعني. وفرحنا كيما هكا وجيت عند دارنا وجيت فرحانه وقلت لهم شوف شصرالي وشوف منا رجع لي الحياه في القرايه بليت
مشيت حاجه اخرى في القرايه، رجع لي داك الشغف تاعي تاع القرايه ورجعت وزدت ديت الباك تاعي ب 13 وديت الباك تاعي ب 14. كان وحده سقساتني قالت لي دي هي ب 14 بلوتو ب 17، كان وحده قالت لي دي هي تي الا كان ديتك الاخر تاعك ب 17 كيفاش تديه ب 13؟ حبيبتي انا الاولى كنت جيستيون، كنت دخلت جيستيون انا خيرتها. علاش سيونس؟ كنت باغي ندير طبيبه، ما نكذبش عليك كنت باغي ندير طبيبه. ومن بعد كاينه قعدت نقول قعدت حليت عيني قلت في الجيري كل قد كل دوره وقت راك تلقى طبيب. لا فيريتي حنا عندنا نسبه كبيره تاع طبه، يعني حاجه مليحه يكونوا كاين طبه بزاف. قعدت نقول البروبليم تاع البلادي هو الاقتصاد، لا جيستيون. لا فيريتي يعني كاين دراهم وكاين كل شيء مي لا جيستيون. الو شدرت دخلت جيستيون، لي بروف تاعنا قال عندي واحد من لي بروف اخرين غضبني من يدي هاكا خرجني من ديك كلاصه. شوف درت جيستيون دار لي سيونس، دخلني سيونس درت طعن دخلت جيستيون، تخيل. المهم غضبني من يدي خرجني قال لي انت يا سيونس ولازم عليك تقراي سيونس ولا روحي ماتي لا مدبر راسك. كيما قلت له لا راني باغي لا جيستيون مالغري عندي بزاف بروبليم في لا جيستيون. علاش ما نحفظش؟ تامنوش عقل حابسه تحفيظه، ما قانون حفيظه، اقتصاد حفيظه. هذاك الوقت كانوا يعطوك سؤال تحفظهم، تضخم سؤال حدو تحفظهم، تامنوش عقل تاريخ وي قلبي ما نحفظش والو حفيظه. كان كنت غير كونطابل وصالح الاخرين اللي ندي فيهم غايه. المهم ديت الباك تاعي الاول هو لا جيستيون، ديت فيه 13 لا موين 13. ومن بعد كي انا قريت لا ليسونس تاعي دخلت انجينيوري سيونس ايكونوميك، كديت لا ليسونس تاعي السنه الثالثه تاعي تاع لا ليسونس عاودت الباك تاعي سيونس. والباك تاعي ماش عقلك شحال نغبلت، شا نقول لك الضغط وكل شيء. مي ديت وديت ب 17 عبالكم انتم تشوفوها رقم، انا نشوفها انجاز. شوف بلي فرح ماما خليتها فخوره بيا، خليت بلي اثبت نفسي، حسيت بلي درت حاجه، بلي درت حاجه كيما هكا. وكنت باغي نروح كاش صار ما نقدش نحكيهم لكم حتى يصدقوا. بالك غادي نقرا ميتين، بالك ماني سير ما نعطيكمش كلمه كيما هكا، بالك واه بالك لا راني ما بينو بين. علاش؟ باسكو كاين بزاف صراحه في حياتي باغي نديرهم وما حباليش، وما نكذبش عليكم ما حباليش. المهم ما باش نحط يدي بزاف كيما هكا، نحط على قلبي قلبي. المهم هذه هي بارطاجيت معكم. الاولاد بزاف كانوا يقولوا لي دي هي ما عندكش عام حكيتيناش، راني هنا جيت نحكي لكم حياتي ونبارطاجي معكم حاجه. نقول لكم نحبكم معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. ونقول لكم سمحوا لي بزاف على هاد الايامات اللي طولت عليكم، عندي كنا في الصيف وكل شيء. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم هي يا ريت ما تنساوش ديروا لي لايك، ما تنساوش تشجعوني نحكي لكم حياتي، نحكي لكم حياتي. ما تنساوش تشجعوني نبارطاجي معكم حياتي. وندير لكم مكياج للبنات، انا مانيش ارتيست ميكاب مي نحب ندير مكياج. وحاجه اخرى ثانيك نقول لكم يا ريت الاولاد البنات راني دايره شان مع اكسل، اكسل ما اكسل رانا نديرو كسموه نلعبو لي جو تماك، وراني بارطاجيها معاكم خطره على خطره كيما هكا. وهذه سيرتو للاولاد، الاولاد كانوا يقولوا لي دي هي كي نقلش البنات بزاف وحنا راكي نسيتنا. راني درت شان تاع لي جو، لي جو الاولاد يحبوا لي جو. ومشي نديرو غير لي جو دي فوا نناقشوا مواضيع كيما هاد المره، حطيت لكم ما بين قوسين تيقا كاين، وحطيت لكم اكرام، وحطيت علاش. شوف كي ندير ما بين قوسين عرف بلي كاع الصوالح اللي نحكوا عليهم ديرهم هاشتاغ. بايزم حكينا على اكرام درت لكم هاشتاغ على اكرام، حكينا على انيمي درت لكم هاشتاغ على انيمي، غني لي غنيه درت لكم هاشتاغ غنيه تاع انيمي. صراحه كيما هكا يعني ما بين قوسين تشوفي حداها هاشتاغ هذوك المواضيع اللي حكينا فيهم. المهم نقول لكم نحبكم، تهلاو لي فرحكم معكم حبيبتكم ديالي. يا ريت تشجعوني في القناه تاعي وما تكونيش بخيله عليا، ما تبخليش عليا بلايك. حاجه اخرى نقول لكم انا هنا مانيش يوتيوبر بروفيسيونيل، انا مجرد انسانه نبغي نشارك معكم حياتي ونبغي نحكي معكم ونبغي نعطي الراي تاعي. وعندي حصه هذه اسمها فكر بصوت عالي، لاشين تاعي اسمها هذه هي بيوتي فلوغ حداها الربس تاع الامازيغ. وندير لكم توجور فكر بصوت عالي، فكر بصوت عالي راني نديرها خطره على خطره على حسابكم نتوما. مي ما تنساوش تروح لاباج فيسبوك تاعي، دائما نكتب لكم كتابات، نكتب لكم لي زارتيكل مقالات وكلش. ويا ريت اللي بغيتو تبعو التصاور تاعي روحوا لاشين وي تلفلي تلفلي تهضرلي. روحوا للانستغرام تاعي كلكم نحبكم معكم حبيبتكم ليليا. ايه البنات الى عجبكم هذا اللوك اللي دارته لي في عينيه فوالا، شوفوا ماكياج هذا اللي دارته فوالا، هذا هو شعري شوفوا كيما دارته. الى عجبكم ندير لكم فيديو نشارك معكم التريحه ونشارك معكم اللوك اللي راني دايرته. ونقول لكم نحبكم وتهلاو لي فرحكم. وعبالي طولت انا لي فيديو تاعي نطول منها، اي واحد يقول لي ديه قال لي ملي فيديو تاعك، انا مانيش يوتيوبر مانيش دايره هذا الباك يوتيوبر بروفيسيونيل، دايرتها مجرد هوايه، مجرد هوايه نحكي معكم. وكيما نتايا راك ماهش عاجبك لي فيديو كراني نطولهم، كاين واحد اخر راه يقول لي بليز ديه طولي لي فيديو تاعك باسكو رانا متوحشينك وانا تاني متوحشتكم سورتو عندي سيمين ما نهضرش معكم. الو حبكم تهلاو في روحكم.